وسهلا بالفنان ديالنا محمد الغاوي. نهار كبير هذا انك ضيف لمجلة اصوات. اكيد وبلا شك عند كل المغاربه انك الصيت ديالك والسمعه ديالك وصل كل المعجبين ديالك. ولكن تنعرفوك غالبا تنعرفوك كنجم. واش ممكن تقربنا منك كشخص كمحمد الغاوي انسان قبل النجم؟ اولا مرحبا بكم بمجلة اصوات، مرحبا بالاخوان الصحفيين كلهم اللي شرفوني في البيت ديالي، وهذا شرف ليا بطبيعه الحال. شكرا. فالسي محمد الغاوي معروف الحمد لله في مدينه الساده ولا في الرباط ولا في المغرب انني ساهل ودائما موجود وحاضر، وماشي من ذوك الفنانين اللي كيلبسوا النظاظر كبار وكيدرقوا باش ما يعرفوا حتى شي حد. حنا الحمد لله دائما مع الشعب، وانا اطرب واعيش في سعادتي عندما اكون في الاحياء الشعبيه وعندما اكون مع اصدقاء الطفوله. فهذا هو السي محمد، انني دائما بقيت في طبعي مع الحومه ديالي اللي كبرت فيها. دابا واخا كتشوفوني ساكن هنا ولكن راه كنجي الناس انا غير وطين، اما في النهار كله كنقيل مع صحابي في المدينه القديمه في السويليه في الصف في سيدي موسى في الاحياء. تما تلقى راحتك. كنلقى راحتي بزاف. تلقى نفسك. تمام. وهذا هو السي محمد يعني بقى. كما تيقولوا الله يخلينا في صباحنا. الله يخ دائما الحمد لله الله يخلينا في صباحنا. امين امين امين. اذا استاذي الكريم تنقرن ديك الجمله ديال محمد الغاوي ولد الشعب. ولد الشعب شفناه في هذه الايام مشى للكركرات وحضر في الكركرات وهز العالم المغربي. يمكن لك تحكي لنا على هذه التجربه كيف دازت وشنو الرساله اللي بغيتي توصل منها؟ اولا الحمد لله حنا الوطنيه ورثناها ابا عن جد. فالمغاربه كلهم الحمد لله وطنيين وكلهم متشبتين بشعارهم الخالد الله الوطن الملك. هذه نعمه من نعم الله ربي نعم علينا بسيدنا الله يسرو اللي حريص على هذه البلاد، واللي الحمد لله المغرب غادي في واحد الطريق كله طريق الخير، والمغرب كله عباره عن ورشات للبناء في جميع المدن المغربيه. المغرب اليوم يعيش ازهى يعني اوقاته، لانه الان احنا حررنا الصحراء عن جداره واستحقاق، و يعني باجماع العالم كله، العالم العربي والعالم والافارقه والدول الغربيه ومؤخرا امريكا التي اعترفت ب يعني استقلالية المغرب. فهذا يعني نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. حاجة واحدة اللي كنطلب الله هو يبعد علينا هاد كورونا. امين. هاد كورونا اللي دارت للعالم واحد الشوشرة وخلقات واحد النوع ديال الفزع. فكنطلب الله سبحانه وتعالى في هاد السنة المقبلة الجديدة، رحنا مقبلين على 2021، باش تدخل علينا ان شاء الله بالصحة والسلامة، يكون دائما ربي ينعم علينا بالامن والامان والاستقرار الوطن ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. بما اننا تنتكلموا في النطاق الوطنيه حب الوطن، بغيت نرجعك شي شويه لاغنيه عيشي يا بلادي عيشي. صراحه ابدعت فيها، وهذا انا من محبين هذه الاغنيه، اعشقها يعني كثيرا كثيرا. فنتمنى انك تشرح لي وتقربني اكثر علاش المغاربه وحبوا هذه الاغنيه زعما بدون استثناء. صغير اولا غير التصحيح، عيشي يا بلادي غناها الاستاذ محمود ادريس. ولاني تنتطربتينا غنيتها حتى انا غنيتها انا بزاف انا غنيت مغربي من الصحراء، أغنية اللي غنيتها في الملحمة ديال السي محمد حسن الجندي الله يرحمه، وغنيناها في دار الأوبرا في القاهرة، وكانت كدوز في الجينيريكات ديال واحد مجموعة من البرامج. داني داني وداني داني كانت خلات واحد الصدى طيب. أما الأغاني الوطنية حنا كنتناوبوا على أدائها. أنا ملي كنمشي نغني في أي سهرة الآن ولا في أوروبا ولا في أمريكا، اول اغنيه كانت دابا هي نداء الحسن. يعني ولات هذه عندنا النشيد الوطني، كنديروا النشيد وموراها نداء الحسن. ومن هذا المنبر كنحيي تحيه تقدير واجلال واحترام الاستاذين السي
فتح الله المغاربي اللي كتب هذه الكلمات، والسي عبد الله عصامي الملحي الكبير ديالنا اللي لحن هذه الاغنيه، وانا مدين للسي عبد الله عصامي بالاعتراف الجميل، وانا كنقولها لاول مره من هذا المنبر، هو اللي دخلني اول مره للقصر الملكي لحضره صاحب الجلاله المغفور له حسن الثاني الله يرحمه في 84 مدينه فاس. فما ننساش التشجيع ديال السي عبد الله عصامي اللي هو اللي ابدع هذه الاغنيه ديال نداء الحسن. الحمد لله كيف ما قلت لك في بدايه اللقاء ان المغاربه كلهم وطنيين ابا عن جد. احنا ورثنا الوطنيه علاش؟ لان المغاربه بطبعهم معروفين بالتسامح، معروفين بالخير، معروفين بالكرم. اي مغربي مشيتي عنده دقيتي قلتي له ضيف الله يقول لك مرحبا، هذاك الشيء اللي قسم الله يعني يفرقوا معك. فاحنا مغاربه كنبغيو بلادنا دائما تكون في امن وفي امان، والحمد لله احنا غاديين في واحد الطريق اللي هو طريق صحيح، يعني بلاد ديمقراطيه، بلاد الامان تمشي في اي وقيته، هذا من فضل الله تعالى. الحمد لله. اذا الاستاذ الكريم كيف ما كيعرف المغرب كامل هو انه سي محمد الغاوي هو فنان مخضرم واكب الاغنيه، والاغنيه الشبابيه والعصريه حتى هي خلى فيها لمسه ديالو. اذا انا غادي نقترح عليك مجموعه من الاسماء ونبغي تعليق ديالك. الا قلنا لك عبد النبيل الجراري. عبد الجراري هذاك اب ديالي، هذاك اب ديالي الثاني، لان عبد الجراري انا ملي كنت صغير كنت كنمشي اولا قبل ما نمشي لبرنامج المواهب كنت كنمشي لواحد البرنامج سميتو با حمدون ديال دريس العلام، كنت كنمشي مع الاطفال، ثم سمعنا على انه كاين برنامج اسمه مواهب ديال الموسيقار الله يرحمه عبد النبيل الجراري. مشيت وانا بقيت صغير، وطبعا كنا كنمشيو على رجلينا بسلال الرباط او كنشوف الفلوكه، لان كانت الامكانيات على قد الحال. كنمشيو انا وكان معايا ديك الساعه البشير عبدو، كان ساكن هو مراكشي ولكن جا سكن بحسين سكن سلا، كنمشيو انا وياه. كانت واحد المجموعه الشباب اللي كلهم الان موسيقيين كبار، كلهم ملحنين، منهم السي محمد بن الخياط، منهم عز الدين منتصير، منهم نور الدين الطنطاوي، واحد مجموعه الاسماء اللي كانت معنا في مواهب. فكنا كنمشيو للبرنامج ما كيخليوناش ندخلوا، علاش؟ لان صغار، تيقول لكم انتم صغار سيروا عند با حمدون، هذا برنامج ديال الشباب. فانا جاتني واحد الفكره، كتبت واحد الرساله للسي عبد النبيل الجراري، قلت له ودي انا راه تنبغي نغني وعندي موهبه والحاله على قد الحال، وكنجي للبرنامج وما تيخلينيش ندخل، صيفطها عن طريق البريد الاذاعه. زرقت البريدي البريد الاذاعه على التلفزيون عبد النبيل الجراري. داس واحد الشهر كنا كل حد كنمشيو تيجريو عليا ما تيخلوش ندخل حيت صغار. واحد النهار واحد الحد الصباح كان تيكون التمرين الصباح وفي العشيه تيكون التسجيل، كنشوف واحد الشاب واحد السيد صديق صديق ديالنا السي مصطفى الادريسي كان كيغني فريد الاطرش كيغوت فينا هو الغاو بحال داكشي ديال القيس. قلت له حاضر انا، قال لي ادخل، دخلني الاذاعه. قال السي عبد النبيل هو هذا، شاف فيا السي عبد النبيل الجراري جالس في الكرسي ديك الساعه في استوديو التمساماني، قال لي يا اش كدير اولدي؟ قلت له كنقرا. قال لي مزيان كتقرا مزيان؟ قلت له كنقرا مزيان. قال لي وشوف ابتداء من اليوم غتبقى تجي تحضر معنا في البرنامج الصباح في التمرين وفي العشيه عندنا التسجيل. دابا الان راه كتبقى تساعد الاخوان، كان عندي ذاك مصطفى ادريسي واحد وليت محافظ في برنامج مواهب، عمل لي السي عبد النبيل الجراري ديك الساعه 60 درهم في السيمانه. كانوا الموسيقيين كياخذوا 2400 ريال يعني 12000 فرنك عازفين، والمحافظين كياخذوا 60 درهم، و60 درهم ديك الساعه راه بالنسبه لي انا راهم شي حاجه كبيره. كناخذها كنشري بها ادوات، كنعاون بها امي كذا الى اخره. هكا بدات السي عبد النبيل الجراري بكثرت هذا التعاطف معايا، وليت بحال ولده. دازت واحد المده وليت كنمشي عنده للدار، وليت مع وليداته مع انس مع شهرزاد، وليت فرد من افراد الاسره ديالي الاسره، وليت واحد من وليداته. فهو السي عبد النبيل الجراري كان تيعتبرني انا باقي صغير وصوتي باقي ما كبرش، وانا عندي واحد الحرقه
تنقول له في خاطري ولعل يا سي عمي جري زعما انا دابا انا علاش جيت انا ماشي باش نخدم انا باقي بغي نغني بقى محتفظ بيا. في 79 كانت الاذاعه علت على واحد البرنامج اسميتو اضواء المدينه. اضواء المدينه شرفوا عليه ادريس تاديري الله يرحمه، محمد حميد العلوي الله يرحمه، والسي محمد ابو الصواب الله يرحمه، والسي محمد بن عبد السلام رئيس قسم البرامج الله يرحمه. هذو هما اللي كلهم كانوا هما اللي عملوا هذا البرنامج طبعا تحت اشراف ديال الاذاعه والتلفزيون. اسمه اضواء المدينه. كيديروا جوله في المغرب، كل مدينه كياخذوا منها صوت ولا جوج، كيديروا بحال شي كوره، ربع النهايه، نصف النهايه، والنهايه غتكون في الرباط. انا خفت من سي عمي الجراري اذا يسمعني مشيت لذاك البرنامج ويتقلق عليا، ولكن بعد تردد قلت له غنمشيو لليها. مشيت كانت الاقصائيات في مسرح محمد الخامس، تقدمت مع واحد من الجماعه جاو شي 50 واحد ولا 60 من قنيطره من الرباط من سلا، وشكون اللي كان بالعود ديك الساعه كيدوزنا بواحد بواحد الله يرحمه سي عبد الحميد ابراهيم، كان عازف ناي وكان عازف عود وكان رجل فاضل وملحن، لحن سي محمد حياني ولحن واحد مجموعه ديال الروائع وكان رئيس فرقه موسيقيه الى اخره. فبدا كيسمعنا، جات النوبه ديالي قال لي اش غتغني؟ قلت له غنغني الشاطئ ديال عبد الهادي بالخياط. بديت كنغني الشاطئ تا 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 تا. قال لي واش حافظ شي اغنيه اخرى؟ قلت له كنحفظ لمحمد عبد الوهاب، كنحفظ. قال لي شنو كتحفظ عبد الوهاب؟ قلت له كنحفظ هذا الكرنك والكندور ومضناك جفا وعاو جفن وعلم الغزال وكذا وكذا. قال لي حافظ مضناك جفا؟ قلت له حافظها. قال لي وغنيها. بديت كنغني له مضناك جفا مرقاده. قال لي وغنيها. قال لي غنيها. عجبته بصوتك؟ عجبته. دازت الاقصائيات غنيت مضناك جفا وهذا تكلاسيت انا الاول في الرباط. ما شاء الله. ديك الساعه الاذاعه بدات سميتي كدوز في الاذاعه وكذا، السي عمي جراري ساق الخبر وتقلق عليا، ما بقيتش كنمشي للبرنامج. وليت دابا تابع الطريق ديال اضواء المدينه، هما كيعملوا جوالات بداو كيديوني معاهم، تنمشي انا في جديده انا عاد وليت كنسافر، مع عمري ما كنت نخرج انا، وليت كنمشي لمراكش للدار البيضاء كذا. شكون اللي نجحت من الدار البيضاء؟ الله يرحمها رجاء بالمليح. غنات اغنيه وحقك انت المنى والطلب ديال ام كلثوم، نجحات. بقاو كياخذوا من هنا دابا هذا الشيء، راه خصنا ما نطولش عليكم ونحاول نختصر. تفضل تفضل خذ راحتك. بداو كي غير هذا البرار كلكم ديروا حلقات راه ما فبداو كيختاروا من كل مدينه جوج الاصوات ثلاثه، باختصار بقينا 14، والنهايه غتكون في مسرح محمد الخامس. وشكون هو ضيف الشرف؟ كان ديك الساعه الاستاذ عبد الوهاب الدكولي هو ضيف الشرف ديال الصاره، كان المسرح حتى لهنا. الناس جاو يشوفوا هاد الشباب شكون اللي غادي ينجح. بون غناو واحد المجموعه، اللي غنى عبد الهادي بالخياط، اللي غنى كذا، اللي غنى كذا. انا غنيت مضناك جفاه ومرقده ديك الساعه مع الشوق الوطني ورجع بالمليح. فباختصار شديد تعلم نتائج انني انا الاول في المغرب اغنيه مضناك جفاه مرقده في الاصوات الرجاليه، ورجع بالمليح هي الاولى في المغرب في الاصوات النسائيه. ما شاء الله. الاذاعه كانت وعدت باش ان هذوك الفائزين غتسجل لهم اغاني. سجلوا لي انا ديك الساعه، عاونوني باش سجلت الغربه والعشق القادي في 1983 من الالحان ديال السي محمد بن خياط، والكلمات ديال الاستاذ علي الحداني، والعزف مع الجوق الوطني كديك الساعه رئيس قسم الموسيقى هو السي احمد البيضاوي الله يرحمه، وكان رئيس الجوق هو السي عبد القادر الرشيدي. هذه هي البدايه باختصار. اذا نقدروا نقولوا بلي السي عبد الحميد الجراري هو اللي كان المفضل في الخطوات الاولى. انا قلت لك الاب الروحي ديالي. الاب الروحي هذاك من بعد با كاين الاب ديالي اللي ولدني الله يرحمه، وكاين السي عبد الحميد الجراري الله يرحمه. ناخذ اسم ثاني استاذ اسمح لي قطع. من بعد لا غير نكملك، من بعد صالح انا من بعد صالح انا والسي عبد الحميد ولينا عاوتاني اصدقاء من بعد ما وليت نجم وكذا الى اخره، وليت هذا وتجمعات العلاقه بقيت معاه حتى اخر لحظه اللي الله يقبل توفى
يعني بحال تفالي في كتافي. فهذا هو قصة ديالي مع اللي سولتيني على السعد بجد. والخير والخير ديالو دائما تنذكرو عمري ما ننسى. الحمد لله. الحمد لله. ندوزو الاسم الثاني الى خدينا سعد المجرد. سعد المجرد هذاك بحال ولدي. علاش؟ لانني ملي كنت كنمشي لعند البشير وكيجي عندي الدار كان من بعد ما تزوج بلالا انزهار كراكي سكنوا في تابريكت. سكنوا في تابريكت وانا كنت انا ساكن تما كنت قريب ليهم وكانت علاقه كتجبنا ديال الصداقه كيجيو عندي الدار عند مراتي وانا كنمشي عندهم عاوتاني عند يلا لان عندهم يلا وليد واحد عندهم سعد فقط ما مازال حتى شي حاجه. ملي كنت كنمشي كنشوفو ديك الساعه شعرو كان عند غريب واحد الشعر عنده بحال الحنه كان بحال محني هو شعرو زعر داك الزعوريه كنشوفو تبارك الله عنده شاري لبا واحد لور داك لور صغيورين وكنلقى كيدندن وتنقول با هذا الوليد هذا راه كاينه شي كيغني شويه عبد الحليم كي نسيتي فيه الملك منصور ديك الوقت با ما الى السيد بشير كيسمعني تنزع قلت له هذا الوليد هذا راه تبارك الله راه غتكون منه شي حاجه حتى جات ديك المشيه ديال ديك اللي كان في لبنان ديك المسابقه ديال ستار اكاديمي وداك الشيء المفروض كان يكون هو الاول ولكن عمل واحد الخطا ماشي فني خطا دبلوماسي لانه ما عرفش يعني ما المهم هفوة فتكلاس هو الثاني ولكن الان سعد انا اعتبره من اجمل الاصوات الشبابيه المغربيه اولا داك الولد تخلق باش يكون فنان الكاريزم الكاريزما ديالو ديال الفنان شكله مقبول وتبارك الله كيعرف من اين تؤكل الكتف كيعرف يختار الالحان اللي كتناسب صوته وغادي مع الشباب واستطاع انه يعمل اسمه في العالم العربي. انا قبل ما تكون هاد كورونا كنت في القاهره وفرحت بزاف ملي كندوز من اي الشوارع ديك الزناقي ديالهم دوك الازقه ديك الخال الخليلي دوك الدروبه ديالهم الشعبيين كنسمع اغاني ديالهم تلقى تنقول صافي ان غون بليزير انا ملي كنسمع صوت مغربي يجلجل في يعني في في القاهرة لما تقول القاهرة هي أم الفن وهي أم الأداء. هي الأصل وهي المصدر. فوالا. شكرا أستاذ. عندي سؤال في نفس التوجه اللي هو بخصوص الأغنية الشبابية، شنو هو التقييم ديالك؟ بما أننا تنهضروا على السيد المجرد هو من هاد النوفيل جينيراسيون دونك شنو التقييم ديالك؟ أنا كنآمن بواحد القضية وهو أنه لا تبخس الناس أشياءهم. ففي خضم هاد المجموعة ديال الأصوات الشبابية لا نسوية ولا رجالية كاين بعض الأصوات اللي هي جميلة وتختاروا الحال ولكن كاين البعض بصراحة اللي الله يسمح لنا كلمات دون المستوى كيغنيو نامبورت كوا وكيخدشوا الحياء لأنه كتعرف حنا مغاربة عندنا واحد الحشمة والوقار مع العائلات ديالنا كيف فلما نكونوا جالسين مثلا مع بابا وبي وخوتي ولادي مازالين شوية محافظين ماشي مازالين المغرب محافظ بغينا ولا كرهنا 80% محافظين كنبغيو نسمعوا اغنيه اللي هي في مستوى نبغيو نسمعوا كلمات راقيه راقيه دابا ملي كنسمعوا شي مسائل درتي معايا رونديفو ما عرف داك الشيء بلوكيتك في التليفون واحد خليت والله تيقول لا بلوكيتك في التليفون شي كلام حشومه واش من بعد ما كنا كنسمعوا القمر الاحمر كنسمعوا الشاطئ وكنسمعوا حاسب توكي كنسمعوا كلام زوين وراحلة كنسمعوا الما يجري قدامي الما يجري قدامي كنسمع كلمات زوينين سولت عليك العود والناي عوجوك عليا يا الغادي في الطوموبيل علاش لا يا الغادي في الطوموبيل هذا يعني اغاني كانت جميله اللي كيمكن الانسان يسمعها في دارو في طوموبيلته مع وليداته كتعرف واحد القضيه اخطر شيء هو الاغنيه يبدأ مع رسالة أولا أخطر من الكتاب أنا أقول لك أخطر من اللوحة التشكيلية علاش؟ لأن أنا إلا بغيت نشوف شي رسام كنمشي أنا برجلية كنمشي عندو المعرض نشوف ديك اللوحات إلا بغيت ما نمشيش بغيت نشوف شي مسرحية كنمشي نشوفها أو كنشوفها في التلفزيون مقطع تيخيون أما الأغنية راه كتدخل لك من التقبة ديال الباب
كتكون جالس حتى كتسمع هذا، كتطلع الطوموبيل كتطق كتطلع الاغنيه، كيمكن شي شرجم محلول اغنيه كتجيك من الشرجم، ولهذا الاغنيه تتسرب، ولهذا هي الخطوره ديالها. ولهذا تخصنا نحاولوا ننتقيوا الكلمات الراقيه والكلمات اللي ما تخدش الحياء. هذه هي الرساله اللي بغيت نقول للشباب، ما يغنيوش نيمبورت كوا. ومني غادي يعملوا الالحان يعملوها مستوحات من المغرب، لان المغرب غني بالايقاعات والفولكلور، سير الطقطوقه الجبليه الجبل، سير احواش، سير المراكش، سير الاطلس، سير السلاق الملحون والموسيقى الاندلسيه، ورا ما تجمع من يعني الفن الروائع. وديك الساعه وضب هذاك الشيء وديروا في حله ديال اغنيه مغربيه بحال اللي كان كيعمل سعد القادر الراشدي. سعد القادر الراشدي كيعمل اغاني عصريه، ولكن ملي كتسمعها كتلقى كلها فيها الملحون وفيها الموسيقى الاندلسيه وفيها التراث. هذه هي الاغنيه المغربيه، بغينا تبقى اغنيه ديالنا مغربيه ولكن تمشي للعالميه. ماشي نجيب انا الفلامينكو ونجيب شي حاجه ديال امريكا اللاتينيه ونقول هذه اغنيه مغربيه. هذا هو الرساله، تجمع ما بين الاصاله والمعاصره، الاصاله والمعاصره، باش اننا نوصلوا يعني الصوت ديالنا والفن ديالنا نوصلوا كما تيقول المثل، الجديد بجده والقديم لا تفرط فيه، والقديم لا تفرط فيه. فوالا، اكيد اكيد. اذا استاذي الكريم، كيف صدق قلتي لنا في البدايه ديال الحوار ان الاغنيه تقدر تدخل لنا من الباب من الشرجم، يعني عليها عندها ذوق وعليها تاثير. التاثير اللي حنا كنعرفوا كاملين كيشهدوا المغرب كامل هو الفنانة خربوشة كمثال، كيفاش أنها قدرت تجري على المستعمر وقدرت تبلغ رسائل انطلاقا من الأغنية. كتعرفي أن أغنية ساهمت بشكل كبير في محاربة الاستعمار، كيف وساهمت بشكل كبير في شحذ الهمام وفي إعطاء واحد الحماس للجمهور. قبل ما نتكلم لك على خربوشة نتكلم على المسيرة الخضراء. نهار اللي أعلن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني عن طريق المسيرة الخضراء، طلب باش تمشي 350 ألف اللي غتمشي. لما سيدنا عطى الانطلاقة لهذو الفنانين كيشتغلوا وتصاوبوا الروائع ديال الأغاني الوطنية، 350 ألف اللي كان كيغني السي أحمد الغرباوي، نداء الحسن، يا عيد الصحراء ديال الاستاذ عبد الهادي بالخيط اللي لحن سعد القادر الراشدي، مجموعه من الاغاني. وهذيك الاغاني ساهمت بشكل كبير، لان كانت كتدع في الاذاعه في التلفزيون، تصور المغرب كله بغى يمشي للمسيره. كانوا العمالات وديك الساعه حاروا، لانه الناس هي وصلوا للعدد ديال 350 الف والناس باغيين يمشيو. علاش؟ لانه المغاربه جاتهم ديك الوطنيه وخصهم، قال كلنا غادي نمشيو للصحراء. اذا هذا يدل على شيء، يدل على اغنيه تهي تساهم في يعني محاربه المستعمر، وفي يعني في عندها رسائل قويه وقويه جدا. بالنسبه لخربوشه، هي كامراه مناضله وطنيه حاربت المستعمر بالاغنيه، يعني بالاغنيه والعيطه كانت كتغني وكتدوز رسائل. الحاجة الحمداوية كذلك حتى هي حربت المستعمر، لأنها كانت الحاجة حليمة مجموعة من المطربين، الله يرحمه السي أحمد البيضاوي، يا صاحب الصولة والصولجان، عدت يا خير إمامي ديال السي عبد القادر الراشدي، ومجموعة من الأغاني الوطنية اللي تعملات واللي ساهمات بشكل كبير في محاربة المستعمر، لأن الأغنية عندها واحد الدور كبير، عندها وقع لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لمجموعة من الدول العربية بحال مصر. مصر كذلك في النكسة ديالها في الحرب ديالها مع إسرائيل، كانت مجموعة من الأغاني ديال عبد الحليم حافظ، ديال محمد عبد الوهاب، وديال سميتها فائزة أحمد وصباح، واحد الأغنية راه كانت مشهورة، كان حنا عبد الوهاب كيغنيو مجموعة من المطربين. فالأغنية هي رسالة. وانا الحمد لله لما العمليه سيدي ربي ومشيت للقرقارات، غير مجرد ما سمعت ان سيدنا الله ينصره والجيش ديالنا حرروا المعبر ديال القرقارات، اتصلت
مجموعه اخوان ديال المجتمع المدني في الداخله، قلت لهم انا راه باغي نمشي. قال لك مرحبا. في نفس اليوم اللي غدا قبضت الطائره مشيت للداخله، وحسيت الحمد لله انني كنادي واحد الرساله يعني، وغنيت اغنيه في المعبر، راه من بعد غادي نعطيها لكم، هي عندي اغنيه من الكلمات ديال السي مالو الرواد والالحان ديال السي محمد بالخياط، غنيتها في المعبر. اول اغنيه كتغنى في المعبر وطنيه ديال هذا عبد الضعيف، وهي بكل تواضع. وكانوا معايا الاخوان ديال المجتمع المدني الله يجازيهم بخير ديال الداخله، والجيش ديالنا استقبلنا واحد استقبال حافل، ولا رجال الدرك ولا القوات المساعده تما فرحوا بنا، وتغدينا معاهم تما، تغدينا في المعبر. وشي وحدين تيقولوا لي هنا وهي عندك راه كذا كذا، قلت له سيدي لا، الى متنا في سبيل الوطن أنا موت الشهادة، والشهادة الناس راه ما عرفتش تيقلبوا عليها، فهمتيني؟ فمشينا الحمد لله، وثيق بيا ما كان حتى شي حاجة. الطريق بحال غادي من هنا للقنيطرة، طريق مسرحة مسرحة مصوبة، المغاربة الله يعطيهم الصحة، الجيش ديالنا ما شاء الله. فهذه يعني نعمة من نعم الله. ومن بعد طبعا مشاو مجموعة من الإخوان، تبقى كل نهار كنشوفوا في التلفزيون كيمشيو، يعني كتعبير رمزي على الوطنية، أن على المحبة ديال الوطن والتمسك بالقرارات ديال صاحب الجلالة نصر الله. أستاذي الكريم، إلى مثلا قلنا أنه السي محمد الغاوي هو واحد إنسان وطني كيف سبق قلناه في الأول، وأنه عنده واحد الغيرة على الوطن عجيبة سبحان الله العظيم. نعطيك مجموعة من المجالات وتبغي تعطينا غير في كلمة. مرحبا. إلى قلت لك المجال الفني في كلمة. المجال الفني هو هبة من الله سبحانه وتعالى. بالعكس المجال الصحة هي نعمة، نسأل الله أن ينعم علينا بالصحة. هي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فكنطلب الله الصحة والسلامة. هذا هو. ولعكسك أستاذ الكريم، قطع التعليم في المغرب في كلمة. التعليم في المغرب يعني يضرب به المثل، لانك تعرفي ان الطلبه ديالنا اللي كيمشيو يقراو في الجامعات في اوروبا وفي امريكا كيكونوا نوابغ. لما كتمشي للمستشفيات الان ديال فرنسا ودير هذا كتلقاي المغاربه صافي ان غران بليزير. لما كتمشي للجامعات كتلقى دكاتره كيدرسوا في الجامعات الامريكيه مغاربه. اكبر جراح كاين دابا ديال العمود الفقري في امريكا مغربي. اكبر جراح في اسبانيا ديال العينين مغربي، وهذا شرف للمغرب. وشنو القطاع اللي كيبان لك استاذي مازال خاصه هيكله؟ شوف حنا دابا كدوله نعتبر سائره في طريق النمو الكمال لله سبحانه وتعالى. اكيد. ولكن لو حنا كدوله افريقيه، كدوله اسلاميه، كدوله عربيه نمبر 1. حنا الان وهذا ماشي غرور، حنا رقم واحد. علاش؟ لانه شوف المغرب انه اوروبا ولا جميع الدول العالميه يعني تتباهى وتفتخر بالمغرب، بان المغرب غادي في واحد الطريق يعني ما شاء الله، والله يحفظه ويحفظنا ملكنا. لان احنا انا علاش نقول لك هادشي؟ انا بحكم اني كنسافر بزاف، مشيت للدول ما خليت حتى شي دوله، ولكن تنقول على ان المغرب ما شاء الله ربي عطانا واحد النعمه، وهي نعمه يعني الطبيعه الجمال. عندنا لي كاتر سيزون، اربعه ديال فصول كيمكن لك تشوفهم في نهار واحد. طبعا الحمد لله، نعمة وكرامة. ممكن أستاذ نسمع شي مقطع من أغنية من اختيارك؟ صوتك، لأن اشتقنا لصوتك صراحة. أغنية من اختياري. بالفرحة لقاني بنشوقك واني في لحظة نساني أسباب هجراني، وهديت عمري حبي وحناني، حبي وحناني. ولما نكون احدى ونلقى الراحة معه، ونجومي في سماء تقول لي محلى، يا لالال سلم له أمري وهو في شطاني، يا لالال يا لالال لا 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 كتعرف صعيب المغني يكون جالس تقول له غني. لا اكيد، قال شوف القلب غالب يعني ما تحتاج لا بريباراسيون، ما شاء الله راه مسيره طويله
والاكسبيريونس كي كونت دابا ماشي اي واحد ممكن يطلع على المسرح ويغني اكيد بلا انسترومون بلا حتى شي حاجه بلا اوركستر اكيد اذا الفنان ديالنا كبير نختموا اللقاء ديالنا باخر كلمه للجمهور الوفي ديالك. اولا كنقول لكم شكرا جزيلا انتما للاخوان ديال جريده اصوات انكم تحملتوا عباء المجيء عندي هنا حتى لمدينه سهل الجديده وان كانت انتما راكم غير مسلا. شكرا على 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 الزياره ديالكم. واللي كنقول حنا على مشارف السنه نهايه السنه الميلاديه اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى هو يحفظ هذه البلاد ويحفظ سيدنا الله ينصرو ويعطيه صحيحته ويجعل ربي ان شاء الله المغرب دائما مزدهر. وبغينا ان شاء الله ما يحل السنه المقبله حتى يمشي علينا هذا الوباء ان شاء الله اللي خلق واحد الفزع في العالم كله. وكنطلب الله سبحانه يبعد علينا هذا الوباء وتكون هذا الفاكسان هذا الجلبه اللي غادي نديرو التلقيح يكون ان شاء الله يعطيه النتيجه ديالو وتعود الفرحه ويرجعوا دار الافراح والعراسات والمسرات. لان المغرب الحمد لله دائما معروف بالفرح ومعروف بالبهجه والاعراس ديالنا وصله الرحم صله الرحم والتديون المغاربه متدينين ما شاء الله. لما كتمشي نهار الجمعه للمسجد كتلقى الناس كيصليو في الشارع كتلقى المساجد عامره وهذه نعمه من عند الله. الشباب ولاو الان مقبلين على المساجد هذه تبارك الله يعني نعمه من نعم الله. ولهذا انا اللي كنتمنى كيف قلت غادي نعاود ناكد هو الصحه والسلامه لجميع المغاربه ويدخل علينا هذا العام ان شاء الله بالخير وباليوم والبركات ان شاء الله. امين امين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.